من جديد نحييكم في الجزء الثالث والأخير من برنامج أحكي بالون، والحديث دائما عن الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، والحديث طبعا عن تساؤلات أخرى تهم الجمهور الرياضي، تهم الأندية الجزائرية. سي عبد الكريم مضور، الحديث متعلق الآن بقضية لجنة الانضباط التي لم تتخذ القرار النهائي، ما تعلق بقضية وفاق سطيف، ما تعلق بحديث عن الموسم لن يستأنف كما أكدت أنت ذلك. مسؤولي مثلا في المولودية يقول لك احنا نلعب رابطة محترفة، رابطة أبطال إفريقيا، لأننا عندنا مباراة ناقصة وإحنا محتلين المرتبة الثانية رفقة وفاق سطيف، عدد النقاط أو الأهداف هو في شرح طبعا وفاق سطيف. هل القرار الذي سيتخذ من طرف لجنة الانضباط سيكون قرار مؤثر ما تعلق بترتيب الفرق بكل صراحة؟ نحن نظن هذه قضية ما وقعتش من قبل، لأن يعني فيه ديبو دو بلانت من الوزارة متبوعة ب ادعاء مدني من طرف الرابطة وحتى الفيدرالية، والقضية لا زالت في التحقيق. لهذا الأسباب نظن بعد استشارة واسعة من كل الأطراف تبين لنا يعني الكوميسيون دو ديسيبلين لجنة الانضباط ما تقدرش تصدر القرار تاعها، وهذا تأخرت كثيرا باش ما يأثرش على التحقيق اللي مازال يعني في العدالة مازال ما بداش. يعني المتهمين هم في الموقوفين، ولكن التحقيق لليوم يعني مازال ما بداش يعني التتمة تاعو، واحتراما للعدالة الجزائرية وما ينجر عن التحقيق ما حبيناش يعني هذا يعني الكلام تاع رئيس اللجنة تاع الانضباط ما حابش يخرج لو فيرديكت، وهذه قوة قاهرة يعني خارجة عن نطاقنا، وما هيش يعني هذه القضية ما صرتش من قبل في الرابطة. كل صراحة سي عبد الكريم مضور، جائحة الكورونا لم نستثمر من خلالها، نتحدث طبعا كاتحاد جزائري كرابطة كأندية في تكوين مسيرين، في ظل أنه أندية مفلسة كما قلت ما عندناش اليوم تجهيزات، ما عندناش الهياكل القاعدية التي تسمح بتطوير المنظومة، ما نقولش بلي ضيعنا فرصة ثمينة اليوم لإعادة النظر في ملف منظومة كرة القدم الجزائرية. قال وكثرة السؤال و الناس تحشر روحها في أمور يعني ثانوية هي اللي خلات هذا الوقت ما يكونش مناسب، ونظن الجائحة ما خلاتش يعني مكان لكرة القدم. وحاليا على يعني على حسب ظني أنا وفهمتي أنا المتواضعة، حاليا كرة القدم ما هيش نتكلم على الدولة الجزائرية، ما هيش في قاموس، مش من أولويات الدولة الجزائرية. الأولوية تاع الدولة الجزائرية كيفاش نشوفوا نصيبوا اللقاح، كيفاش نقنعوا الناس، كيفاش نديروا اللقاءات تحسيسية وكل ما تعلق بالبروتوكول الصحي. نظن هذا هو حاليا من حقها الفيدرالية باش تتكلم على كيفاش ننهو الموسم، كيفاش يعني الأمور الإجراءات الإدارية والتقنية إلى آخره. ولكن أظن هذا دائما يبقى في المبهم، ولو يوم 27 28 ولا 29 المكتب الفيدرالي يجتمع ويوقف البطولة ويدير النظام الجديد، ويبقى دائما ينتظر رفع الحجر، وينتظر الضوء الاخضر من وزاره الصحه، وينتظر الضوء الاخضر من وزاره الشباب. سيادة المدور نجي لك محمد خزري بكل صراحه، ما هو القرار الذي سيكون اقرب توقف المنافسه؟ قلت في صوت النافيه طبعا نهائيا، هل بتتويج فريق او عدم تتويج فريق، هل بصعود فرق وعدم سقوط فرق، ام يعني الجزائر تم على بالها؟ انا هذا واش نعيب انايا على اصحاب القرار، الجزائر كامل على بالها باللي الاستشارة هذه يعني كاين البعض اللي يصوتوا يعني يكوشوا لاكاس تاع شامبيون ابلون هما المحترف الثاني باش يبقى دائما المحترف المحترف الثاني يبقى الاول والثاني، ما يكونش تغيير نظام المنافسه. واللي يعني الاغلبيه اللي مستفاده من تغيير نظام المنافسه بطبيعه الحال وهو لاكاس سي يعني التروازي المقترح الثالث جيت هذا، والشامبيونات تحبس، وهذا هو الشيء اللي رايحين ليه. يعني ما كانش يعني حاجه تخبيها ولا راح نكتشفوها بصبر الاراء، كاين يعني بعض اللي يقولوا الشامبيون ابلون، ولكن الاغلبيه دائما يرجع للرابطات. الفيفا تقول لك انه ما فيش موسم ابيض، والذي قدروا يعني مثل ما حدث في هولندا مثلا توقفت المنافسه دون الاعلان عن المتوج بالبطوله. لا فيفا خلات الخيار للفيدراليات وبالتنسيق مع الدولة الجزائرية
متمثله في وزاره الشباب والرياضه. اكيد. يعني لان هذه الجائحه يعني حاجه ما كانتش في الحسبان وما عند ما كانش في القوانين باش تقدر تتكلم لا فيفا ولا لا كاف ولا كل شيء مرتبط بتحسين الوضع الصحي. الرئيس شفناك تكلم بزاف على الدولك اكثر من تكلم على الناس اللي برون لي ديسيزيون اكطويلمون سي لا فيدراسيون. دونك انت راك تتكلم على سامحني كره القدم. كره القدم حاليا كره القدم انا نروح لك بوكو بليس كره القدم مانيش راح نجاوب كره الجائحه تكلم عليها الدوله ولا. ما تكلمش عليها الفيدراليه. سا فو دير القرار اللي راح تاخذه الفيدراليه مش لازم يكون بالتنسيق مع الدوله بالتنسيق مع الوزاره الوصيه لانه ما ينجمش اليوم في هذه الجائحه تاع كورونا انه امبوسيبل لا فيديراسيون الفا برون دي ديسيزيون وحدها. دونك هذه مفروغ منها لانه اليوم انت كيفاش راح سؤال انا سؤال محمد السؤال هو كيفاش اليوم راه سي ار بي راهي لا بريمير بلاص هي من حقها ان دوموندي باش تقول لك تعطيني لو تيتر ليا المولوديه يقول لك موك دو ماتش باش تولي فون بريمير بلاص. دونك هادو امور اللي شكون يحكم لهم ديزيزيون سي امبوسيبل. انا ناخذ رايي نقول سي امبوسيبل لو كان فيديراسيون لو كان قرار بيدك سي المدور ما هو القرار اللي سيتم اتخاذه بكل صراحه. اعطينا الخبره تاعك تجربتك بكل صراحه. انا نتكلم لك القرارات تؤخذ تقنية من طرف الفيدرالية الجزائرية. أكيد. ولكن القرارات لازم تتماشى والقوانين الوضعية القوانين اللي هي الستاتيو اللي ريلومون جينيرو ما لازمش القرارات تكون مغايرة على القوانين. لهذا كما قال سيخ زروني لازم تكون كومبليسيتي انتر الفيدرالية والوزارة. أكيد. والوزارة ناس تقول على في ظروف استثنائية بطبيعة الحال ما يعني الفيدرالية تتكلم عن الأمور التقنية ولكن لحبذا تكون الاستشارة يكون التواصل بينهما ما لازمش تكون تغننت دخلنا في الحيط. الدولة الجزائرية الكلام تاعها مسموع من أجل في يعني في في, في الكولوار تاع القوانين. جيد. ما تدخلش روحها أكيد. الوزارة عمرها ما تدخل روحها في الفيدراليات وفي الأمور التقنية. جيد. ولكن أنا كفيدرالية لازم نتعامل يعني بأمور سلسة في هذا الظرف الاستثنائي ما لازمش معزة ولو طارت. ظرف استثنائي أتكلم عن الفيدرالية. جيد. ظرف استثنائي فيه التناقضات وفيه التصريحات المضادة وفي بعض المرات تصريحات مغالطة وفي بعض المرات تصريحات مغالطة. اليوم المكتب الفيدرالي أراد استشارة طبعا أعضاء الجمعية الاستثنائية يقول لاتخاذ القرار المناسب ولكن كل أكيد ربما القرار الذي اتخذ من طرف أعضاء الجمعية وربما سيكون تناسق ما بين السلطات العليا طبعا للبلاد وأيضا الرابطة. سي زرواطي رئيس نادي شبيبة الثورة وناطق رسمي نادي شبيبة الثورة أهلا بك سيد محمد زرواطي. سيد محمد زرواطي هل أنت في الاستماع؟ ربما لا يستمع إلينا طبعا محمد زرواطي. سنعود طبعا إلى سيد محمد زرواطي لا نستمع إليه. سيد محمد زرواطي مساء الخير. مساء الخير زي كمان. طبعا اليوم مكتب فيدرالي يريد استشارة أعضاء الجمعية ورؤساء النوادي ما تعلق بالمنافسة استئنافها من عدمه لكن فيه اليوم تصريحات من طرف رؤساء النوادي وانت أيضا في البيان الخاص بنادي شبيبة الثورة قلت بعض المصطلحات يعني كانت قوية نوعا ما متعلقة بأن هنالك تلاعب أو تلاعبات أو أشياء من هذا القبيل. تعليقك السيد محمد زرواطي. سي كمال هذه استشارة كتابية معناتها سي دي فوت هذه بالأغلبية تروح معناتها جمعية عامة. إيه والجمعية العامة ممنوع ما يسمحناش القانون التلاعب بالقوانين نحن صبرنا بزاف ثلاث سنوات وربع سنوات تلعب بالقوانين. علاه الأعضاء المكتب الفيدرالي قاعدين بيشيناو خمسة ولا اشترحوا علاه عضو المكتب الفيدرالي المكلف بالمالية مسيو راشد قاسمي راح واش كاين والشاف اللي هو يقول أنا عمري ما شفت حاجة كانت فوق المالية من تحت لفوق فوق راسها ما شاف والو اللي معروف بلونيتي تاعه علاه راح خصكو تعرضوه وتجيبوه وتقول أنا علاه رحت. كان عنده مبدأ التحفظ كان لا يريد لم يريد الحضور طبعا للبرنامج يعني حتى
حتى نكون منصفين تم إعطاء الدعوة لسيد قاسمي لكنه رفض التصريح حول ذهابه طبعا من المكتب الفيدرالي. سيد زرواطي بكل صراحة لا تظهر كثيرا، تغيب 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 وبعدها تخرج بتصريحات تثير الجدل، لماذا هذا التصريح في هذا الوقت بالذات بكل صراحة؟ التصريح أنا كنت صرحت بهذه عامين، أنا من أول معارضين في السياسة اللي ديرها المكتب الفيدرالي. أنا من أول معارضين، أنا اللي ما قبلت سيستم كومبيتيشن وكنت فوتيت لها أمام الملاء 99 فوتات هاك وأنا واحدة فوتات هاك. ماشي من نغيب 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 من زمان السياسة باسكو القانون ماشي تبع القانون، ما كانش تبع القانون. نعطيك سر، أنا فوتوني في الكوميسيون بليتيك، جبت معايا القوانين من الليمات تاع الفيدرالية، منين بديت نهضر معاه جبت له القوانين واش دار، حبس الاجتماع قال لي نقطة نظام، مشى طلع الفوق بدل السيستم هود لي لتحت. هذا مكتب فيدرالي؟ هذا مكتب فيدرالي؟ حبس الاجتماع مشى طلع الميكرو الفوق عاود كلش هبط لتحت. كلام خطير هذا واش يقولوا سي زرواطي؟ راني نقول لك كلام خطير بالوثائق عندي هنايا. أنا يقول لك حبس الاجتماع طلع لفوق عاود هبط لي وشي سبونتاني وشي من على كلام خطير هذا حقيقة نقول فيها أنا ما كلام خطير حقيقة نقول فيها وبزاف أمور بزاف أمور وكولاسة وبزاف أشياء في كل معهم ولات بزاف أشياء لهذا لازم إعادة النظر في تسيير كرة القدم لا كانوا قبلها ولا لهذا حنا نهضروا على لهذا حنا نهضروا على هذا لازم خصو خلو الناس تهضر وتكون مسؤول على الهضره تاعها من الناس ما تضبطيش على بال اشخاص تضبط على كره القدم الجزائريه طبعا ما تعلق بالاستشاره الكتابيه اللي تكلمت عليها في البيان تاعك ما لها الاستشاره الكتابيه طبعا اليوم في استشاره من طرف مكتب فيدرالي هو الديمقراطي يريد التحدث معكم يريد الاستماع إليكم اليوم لماذا تحمل المسؤولية إلى هذا المكتب الفيدرالي سيد زرواطي بكل صراحة حتى نكون منصفين استشارة ما تكونش كتابية ولا تفوت هذه ولا جمعية عامة لكن الوزارة منعت بعقد جمعية استثنائية في ظل جائحة الكورونا ما هي ولات بصفة أخرى بصفة ولات استشارة كتابية معناتها هي جمعية عامة كيف كيف ندير كروه ونديرو كروه وصايم بعد يحسب رجعت غير هي جمعية عامة رجعت ما هو اقتراحكم السيد محمد زرواطي نعم اليوم كرؤساء نوادي اليوم كممثلين نوادي وش هي الاقتراحات اللي قاعدين تمدوها على الاقل اليوم تعاونوا هذا المكتب الفيدرالي في اتخاذ قرار مناسب احنا واش نقول لك اخويا التسيير تاع المكتب انا بعد علي التسيير تاع المكتب الفيدرالي هذا انا ماهوش ماهوش لايق بيا وماهوش يمشي في القوانين الواضحة والشفافية ما كايناش ومازال ان شاء الله الجمعيه العامه لما يعطينا لو بيلون فينانسي نهضروا هضره اخرى لما نشوفوا بعينينا غادي نهضروا غادي نشوفوا واش غادي نلقاو ان شاء الله طبعا تحملون الاتحاد كل مسؤوليه ما يحدث طبعا من هذه الاشياء ولكن ما تعلق بالرابطه سيد محمد زرواطي حتى نكون صراحة اليوم معنا رئيس الرابطه الوطنيه المحترفه لكره القدم معنا في باطو سيد عبد الكريم مدور تتحدث بان المكتب الفيدرالي غير قانوني ويتلاعب وما قام باي شيء مليح وماذا عن الرابطه بكل صراحه الرابطة في الحقيقة كنا العام الأول عبد التالي كنا نعاونوا السي مدور كنا نقولوا خلوه يخدم ولكن كثرة الصراعات ما خلاتهاش هو يخدم الفيدرالية ما خلاتهاش كاين صراعات ما بين الرابطة والفيدرالية ما خلاوهاش يخدم غير اللي دارها ما ديرش دي غير اللي دارها دير دي اقلع دي دير دي اقلع دي هي الرابطة هذه مستقلة هذه فيها رئيس اللي انتخبناه حنايا انتخبناه باش يخدم وهم يدخلونا في القضايا تاعه الغالب يعني هو ما يقدرش يخدم معهم واش يقدر يخدم اللي دارها يقولوا لا عاود الماتش دير الماتش على زعما ما ديرش العب ما تلعبش هو ثاني يدي اوامر ما عندهم يديروا له القانون الاساسي طبعا السيد محمد زرواطي ماذا يمكن الرد على ما قاله طبعا السيد زرواطي ما تعلق بانه في الرابطه هي مستقله ولكن اي قرار تعطيه انت للاتحاد الفيدرالي يقول لك يعني يرفض في كل مره خاصة في القرار الأخير يعني تاع وجهة نظر رؤساء الرابطة في كيفية الاستشارة لم تؤخذ بها الاعتبار هذا يعني نظن يعني أضر كثير يعني الرابطة المحترفة وكذلك رؤساء النوادي لأن على الأقل كانت في هذه استشارة
ماهيش يعني ما من الاستشاره تقول حمراء المكتب الفيدرالي قادر يقول بيضاء أكيد. يعني له الحق أكيد. ولكن حتى في الاستشاره لم يدمج الاقتراح تاع رؤساء النوادي. نظن هذا شيء انا نددت به وسأندد به في حتى في المكتب الفيدرالي القادم ستندد به طبعا كممثل طبعا للانديه. طبعا سيد محمد زرواطي ناطق رسمي لشبيبه الثوره، كسؤال اخير طبعا متعلق بمستقبل اقول فريق شبيبه الثوره، ما تعلق بتحضيرات النادي، ما تعلق بتخفيض الاجور وشبه هذا القبيل. هل شبيبه الثوره هي اليوم بمنأى عن الازمه الماليه في ظل جائحه الكورونا؟ ما يخفش عليك، كاع الفرق راهو في الازمه الماليه، في ازمه كان الفرق نورمالمون الفيدراليات كانت تدعم الفرق بالاموال اللي عندها، كانت تدعم الفرق وتخلص عليهم اشهر للاعبين وتعاونهم باش يكونوا مرتاحين ماشي يعطينا استشارات على اوراقي، يعاون الفرق باسكو نو سي نو لي زاكتور دو فوتبول، ماشي لي زاكتور حنا اللي نديروا الفرجه، نحن صاحب الرابطه الاولى والرابطه الثانيه اللي يديروا الفرجه الكره الجزائريه، ممكن يعاونوا للاعبين يخلص لهم شهرين ولا باش الفرق يكونوا في ارتياح، ماشي يعطينا ورقه بيضاء استشاره، لا نريد استشاره باطل حنايا، كان يخلصنا اللاعبين، شكرا يخلصنا المدربين. شكرا، وصلت الفكره سيد محمد زرواطي الناطق الرسمي طبعا لشبيبه الثوره. سي عبد الكريم مدور، نقطه مهمه ايضا متعلقه طبعا بالرابطه وما تعلق بحقوق البث الرابطه المحترفه الثانيه، طبعا مع قناه كانت لي طبعا عائله حداد، وطبعا تم الفصل على مستوى العداله ما تعلق بالممتلكات، حجز كل ممتلكات مجمع حداد. ماذا عن حقوق البث المقدره بتسعة ملايير؟ من سيعوض الرابطه؟ لا يا الفرق احنا خلصناهم احنا من الخزينه الخاصه بالخزينه تاع الرابطه، وهذا نظرا للذائقه يعني الماليه اللي عشتها يعني للنوادي، ومن حقنا احنا كرابطه باش يعني ترى المستحقات تاعهم اكيد، لان الامر يعني المونطو ماهوش كبير بالنسبه لل القسم المحترف الثاني، ورفعنا دعوه قضائيه ضد قناة دزاير تي في، والقضية راهي في العدالة باش نسترجعوا الأموال الحقوق تاع الرابطة. وما تعلق بالتلفزيون العمومي، هل تم دخل الأموال على مستوى الموسم 2018 2019 يعني مازال ما تحصلنا حتى على سنتيم، و2019 2020 مازال ما تحصلنا حتى على سنتيم، رغم هذه الإكراهات الرابطة المحترفة دائما واقفة إلى جانب الأندية، أعطينا لهم كاين بعض النوادي اللي داو أكثر من 60% حتى 70% من حقوق البث التلفزيوني تاع الموسم الماضي اللي مازال ما تحصلناش على الأموال، وهذا نظرا للمشاكل خاصة بعض الفرق اللي عندها مشاكل مع الفيفا، خاصة بعض الفرق اللي عندها يعني على ما يتعلق بمشاكل الأندية مع الفيفا، أنتم اللي تعطوا الأموال ولا ماشي الفيفا؟ ماشي الفاف يعني؟ لا احنا اللي نعطوا يعني مولودية وهران، تاجنان، مولودية بجاية، مولودية بجاية، كاين يعني عدة فرق اللي احنا اللي عطينا لهم الأموال. لا فيدراسيون تستكلف إلا بالترونسفير، لان هي اللي عندها الاموال اون دولار اي اون يورو، الفريق يدخل الخزينه تاعهم، يدي لهم الاموال اللي حنا عطيناهم لهم، تدخل الخزينه تاع الفيدراليه والفيدراليه يدير التحويل، لان هي اللي عندها يعني اليورو والدولار، مي الدينار حنا اللي نمدوه للنوادي، وهذا التسبيق من حقوق البث. وكاين بعض الفرق اللي ما عندهمش حتى يعني الحق يعني باش يدوا، ولكن عندما يتعلق الامر بالفيفا لازم نوقفوا معنا النوادي تاعهم. في بحبوحه ماليه اليوم على مستوى الرابطه؟ نعم في بحبوحه ماليه سي عبد الكريم على مستوى الرابطه اليوم. والله ما سمعت. في بحبوحه ماليه كان دراهم يضاهي، ما كانش يعني احنا في عامين هذو ما دخلوناش الاموال. جيد. الشيء اللي كان رانا نصرفوا به يعني مقارنه صحيح. قبل ما نجو ما قلت لك الحقوق تاع البث التلفزيوني 18 19 20 20 20 ما كانش، النيمينغ هذا العام ما كانش، الرابطه ثانيه ما كانش، نظن الشيء اللي كاين انا قلت لهم الا كاين الاموال في 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 في, في, في الرابطه، انا كي جيت مثلا صوت اموال انا ماذا بيا ذوك الاموال وكان داو المستحقات تاعهم من قبل، ولكن اليوم انا ما نخليش يعني نادي يتخبط مع الفيفا وانا شاد هذيك المليار ولا زوج في الكونت تاعي، انا لو كان عندي الاموال الفرق نقدر نعطي لهم التسبيق،
وكي وقت ما يدخلوا مثلا قضيه الاتحاد الحراش مع المدرب التونسي حماد يدو، يعني قضيه الاتحاد الحراش مع المدرب التونسي حماد يدو، نعم يعني ما لقري الاتحاد الحراش ما عندهمش يعني في الرصيد ما يسالوناش الموسم قاعطينا لا ليغ 2 ما عندهمش بزاف صحيح. ولكن الا كان يعني على المباشر ادعو الاتحاد الحراش باش نوقفوا معهم، والمبلغ ماهوش مبلغ يعني كبير باش ما يكونش عندهم مشكل مع الفيفا الى اخره. جيد، راني جالك محمد خزروني، تقارير تاع المدير الوطنيه لمراقبه تسيير الفرق تدق ناقوس الخطر، ما هي الحلول المقترحه سي عبد الكريم المدور في دقيقه؟ اظن هنايا كاين واحد، انا عندي راي مخالف يعني هذه تاع مليار والامور هذه، يعني كاين لو كان يكون واحد يعني مراقب مالي ولا يعرف هذو التراكمات تاع 10 سنين تاع لي بيلون اللي يلحقوا ال 100 مليار. اما لي ديت يعني لي ديت لي ديت الريال تاع الكلوب واللاعبين والمتعاملين سي با 100 مليار. هنا كاين تغليط في المصطلحات. لا 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 ما كاش، انا اقول واؤكد 100 مليار هذه بصح كيفاش تغليط هذه تاع الكوميول تاع تاع لو ديفيسيت بين الشركه وبين الشركه وبين يعني الموسم الاخر مع 10 سنين كاين ان ديفيسيت اللي يندار هكا بالارقام. ولكن الريال انا كفريق مثلا فريق ما تسيب يعني الدائنين من اللاعبين ولا متعاملين يسالوني 3 مليار مثلا، مي لو كان تروح للبيلون كيفاش داو الحسابات تسيب عندك 20 30 مليار حسابات يعني هكا وهميه، لان اليوم هذه الشركات التجاريه مفلسه ماشي من اليوم، مفلسه من الاكسيرسيس الاول من 2010 اللي هي وصلت لل 2020 يعني هذا سيت نوتر ديبا. عبد الكريم المدور الوقت انت سيد عبد الكريم المدور، الوقت انت اللي قتلته اخويا معليش على الوقت سيدنا كما نحبوا طبعا حتى نثري النقاش في انا تمنيت هذه لا دي سي جي اف لا غالب ماشي المشكل تاع تاع المكتب الحالي ولا سي رضا، لو كان جات من 2010 لو كان الامور راهي ماشيه لاباس هذا دي سي جي اف تجيني في 8 شهور تحوس كوميول تاع 10 سنين ديروا في 8 شهور يعني شي غير لا ويتكلموا على لي بيرو ما كانش سيتو لي زوت شكرا عندهم. شكرا سيد عبد الكريم مدور. في الختام فقط نقدم نترك الكلمه الختاميه طبعا في 10 ثواني التعازي الخالصه والحاره لعائله بوخلفه عبد العالي اطار طبعا من جامعه كل متواصل لفرقنا الى انا نقدم التعازي طبعا عبد العالي بوخلفه اللي غادرنا بسبب وباء الكورونا رحمه الله. هذا الرجل الذي كان له الفضل في وجود اليوم اسم كمال المهدي طبعا كاعلامي، لانه في البدايه كانت في اذاعه جامعه التكوين المتواصل وحصه جامعه التكوين المتواصل التلفزيونيه اعطاني فرصه العمر هذا الرجل الذي نترحم عليه سيد عبد العالي بوخلفه من عين توتا بباتنا. ايضا مبارك عليق رئيس المجلس الشعبي البلدي الحرة سابقا ربي يرحمه برحمه الله، الطفله كوثر لو نشاهدوا الصور تاعها الله يرحمها برحمه الله، الطفله التي غادرتنا للابد ربي يرحمها، وشان محمد الوالي السابق طبعا لولايه البليده تعازينا الحرى لعائله وشان، وعامر بن علي مامي اللي فقد الوالد تاعو منذ ايام بيشلف ربي يرحمه برحمه الله، واهداء لعليلي محمد انيس من الاب رفيق مناصر الناد، وايضا تحيه لحبيب مهدي من مستغانم بسبب بمناسبه خطوبه ابنه حمو. يعطيك الصحة كمال، أنا تاني من دوري أن نعزي مامي عامر بن علي اللي احنا نقول له مامي، نقول له الله يرحمه ويسعد عليه، وش نقول لك وإن شاء الله يورينا تاني اليوم صورة تاع أريج بن يوسف نشاهدوها في صورة لطفلة مريضة مسكينة ونقول لها ربي يشافيها امين وربيها طبعا أنا في انتظار الصورة ومقداد لبيحي عضو في عنابه اللي اليوم البارح دار عمليه جراحيه على قلبه ونطلبوا له ثاني الشفاء العاجل، ونقول ربي يشفي مرضانا ويرحم موتانا أمين. في هذه الجائحه. سي عبد الكريم المدور نختم بك هذا اللقاء، انا عجبني اليوم كنت صريح كنت عفوي كنت تلقائي في الاجابه لاول مره، لانه عبد الكريم المدور في بعض المرات هو محنك دبلوماسي سياسي ما يعطيليش كلش، اليوم حسيتك تكلمت بقلب مفتوح، هذه شهاده لي لحظه. مش ولا نزكى على الله احد. قناه البلاد لا تخلو من المفاجات، دائما عندما يعني احل ضيف على قناه البلاد خرجوا لي خارجه مكسب. هذو ما لي زاليا تاع تاع السي وليد ومجموعه
ان شاء الله ربي يشافيها، ربي يشافيها ان شاء الله. وتمنيت ايضا صور كوتر اللي كانت فيه امكانيه طبعا من المخرج. اما بالنسبه حبيت يعني نحيي تحيه كبيره للعمال تاع القطاع الصحي، يعني بكل ما تحمله الكلمه، اطباء يعني ديزانفيرميير كل شيء يعني. ولا كان اليوم يعني عندهم فريق، لو كان عندهم فريق في كرة القدم يعني يستحقون عن جدارة واستحقاق يعني البطولة والكأس، البطولة والكأس ما يديها حتى فريق، نعطوها للجيش الأبيض، نعطوها للجيش الأبيض اللي راه يعني واقف ورانا نسمعوا يعني وفيات ومعارضين أنفسهم للخطر. نظن اليوم هذو لازم كل القطاعات تتكلم على هذا القطاع. شكرا. احنا بدورنا انا يعني شخصيا نحييهم تحيه كبيره. اما بالنسبه لشؤون كره القدم ما تكلمنا الا واش رانا نخمو، ما تكلمنا الا الشيء اللي ينفع ويدي بنا الامام. ما يعتبروش الناس باللي اليوم كي تكلمنا هذا الكلام يعني رانا نضربوا في هذا ولا ضد هذا ولا ضد شريحه معينه ولا ضد تيار معين. ابدا ابدا، احنا ماناش ضد لا اعضاء جمعيه عامه ولا لاعبين ولا يعني اي شيء كان ولا يعني نظام منافسه. احنا نتكلموا على الظرف. شكرا سيد عبد الكريم، وما يتطلب. شكرا جزيلا. من اخذ يعني اجراءات. شكرا سيد عبد الكريم مضو، رئيس الرابطه الوطنيه المحترفه لكره القدم، الذي طبعا تحدث عن عديد النقاط. ويبقى هذا البلاطو مفتوح لكل الاسره الرياضيه دون استثناء، وللمره الالف لسنا طرفا في اي صراع، نريد فقط تنوير الشارع الرياضي وكل الاسر الرياضيه ما يحدث في منظومه كره القدم الجزائريه. ودائما للمره الالف نحن ضد اعلام الضاد والمضاد، اعلام الرفع والنصب، اعلام الفعل والفاعل والمفعول به، اعلام الجر والمجرور. نلتقي طبعا في عدد اخر، مع تحيه لوليد حمداد والمشرف على البرنامج، لمخرج هذا البرنامج حمزه اكساس، وكل المصورين وديدين والتقنيين الذين ساهموا في انجاح هذا البرنامج، وليد مرجاوي ايضا ووليد درايسي. نلتقي يوم الاثنين بحول الله، في امان الله.